هنعملها، هل صاله الاهلي هتكون ليها تواجد داخل كاس العالم طبعاً ولا لا؟ طبعا طبعا صاله الاهلي من الصالات الاساسيه اللي هيتم تدريب المنتخبات اللي هتيجي تشارك في كاس العالم. على فكره احنا كاس العالم قبل ازمه الكورونا كان هيحضروا 42 دوله، وده رقم بالنسبه للجمباز رقم كبير جدا. لما بدات ازمه الكورونا نزلوا ناس اعتذرت نزلوا ل 30. انا ساعتها كنت بتمنى ان يحصل حاجه وناجل، لان انا كنت زعلان، كنت فرحان طبعا بال 42. 42 دوله ده رقم، وخلي بالك انا بكلمك في 42 دوله كانوا بره الدول العربيه لسه، يعني كانت الدول العربيه لسه ما اشتركتش، يعني كلهم اوروبا، لا كانت دول روسيا عمرها الحمد لله الاحداث، والناس بتنبسط جدا في مصر وحابه تيجي مصر. ودي دي رساله مننا كاتحاد، ان احنا يعني حتى لما عملنا بطوله في الغردقه وعملنا بطوله في شرم الشيخ، انا بستدعي الناس لمصر بقى، بوريهم الامان اللي موجود في الدوله. عجبتني لما رحت شرم الشيخ بصراحه، يعني الغردقه وراها شرم الشيخ على طول بصراحه، عجبني جدا الفكره دي، تنشيط سياحه عالمي منك.